هذه الصور التقطتها الأقمار الصناعية في الليل لكوكب الأرض، حيث تبدو الأضواء من فوق وكأنها نجوم متلألئة. إنها قصة مدن لم تعد تعيش في الظلام بفضل رجل أضاء العالم، إنه توماس أديسون الذي وصفه مدرسوه بالغبي والفاشل. طرد من المدرسة لكن أمه أضاءت في قلبه شعلة الأمل بعد اليأس والإحباط، غمرته بحبها وحنانها وعلمته القراءة والكتابة. كان أديسون يدرس في البيت ويبيع الصحف في محطات القطار، كما كان يقوم بإجراء التجارب الكيميائية، فاشتعلت النيران في مختبره الكيميائي الصغير داخل القطار وسببت له مشاكل في السمع وهو في سن صغير. لكنه واجه الفشل والإخفاق المتكرر بتفاؤل وإيجابية، وكان يقول: قطرة المطر حينما يتكرر سقوطها تحفر في الصخر. فثقته بنفسه وإيمانه بقدراته ومحاولاته العديدة ساعدته على اختراع آلة التلغراف، والتي نال عليها أول براءة اختراع، كما اخترع المكرر الآلي وكثيرا من الأجهزة المتطورة. ثم فكر في اختراع آلة تسجيل الأصوات، فسخروا منه ومن حلمه في اختراع آلة تتكلم. ولأن العقول التي تتمتع بالإرادة لا تعرف المستحيل، حقق حلمه واخترع الفونوغراف، فنال شهرة واسعة ولقب بالساحر. ثم تمكن من اختراع المصباح الكهربائي عام 1879. أما عن الدافع وراء اختراع هذا المصباح، فكان من أجل أمه العظيمة التي أصابها مرض شديد، وقرر الطبيب أن يجري لها عملية جراحية مستعجلة، إلا أن ظلام الليل أجبره على انتظار نور الصباح. لم تكن نجاحة أديسون وليدة الصدفة، بل كانت ثمرة العمل الدؤوب المستمر. إنها قصة نجاح العبقري أديسون الذي قضى حياته في البحث والاكتشاف والإنجاز، والذي تعلم بمفرده بدافع ذاتي واستعداد مستمر. بحث بشغف وقدم اختراعات عظيمة استفاد منها العالم بأسره، ووظفها بمجالات عدة. آمن أن التعلم ليس فقط القراءة والكتابة، بل هو مهارة وتفكير وإبداع أيضا. فنحن نتعلم بمفردنا أو مع أقراننا في المدرسة وغيرها، لكن ما المقصود بالتعلم وكيف هي طبيعته؟ لنعرف المزيد تابعوا معنا. التعلم عملية تنطوي على تغيير شبه دائم في السلوك أو الخبرة، ويأخذ أشكالا ثلاثة: اكتساب سلوك أو خبرة جديدة، التخلي عن سلوك أو خبرة ما، التعديل في سلوك أو خبرة ما. والتعلم عملية يتلقى من خلالها الإنسان المعارف والقيم الإنسانية والمهارات العملية بطرق مختلفة، كالدراسة أو الخبرة العملية أو الوسط الاجتماعي. ويشمل التعلم الممارسة والتدريب عبر مراحل النمو المختلفة كالمشي والجري ثم إتقان الحركات الرياضية. هو ربط ومزاوجة معلومات جديدة بأخرى مخزنة، مثل تأليف لحن موسيقي انطلاقا من معرفة العلامات الموسيقية، تنظيم المعلومات وفق مستوى العمليات العقلية التي يمتلكها الفرد، مثل الانتباه والإدراك. ومثال عليه الانتقال من تعلم العمليات الحسابية بدءا بالأرقام وصولا إلى العمليات المعقدة. فالتعلم تغيير وتعديل في السلوك، ويمر التعلم بمراحل متتالية منتظمة، وهي: أولاً مرحلة الاكتساب، والتي تنتج عن التعامل المباشر مع الخبرات الحياتية، حيث يؤدي ذلك إلى تشغيل الذاكرة. ثانياً مرحلة الاختزان، حيث التعرف على المعلومات الجديدة وتخزينها في الذاكرة. ثالثاً مرحلة الاسترجاع، وهي تظهر القدرة على التذكر واسترجاع المعلومات السابقة والإفادة منها في حل المشكلات الراهنة.
التعلم، التعليم، هل يشير المفهومان للمعنى نفسه؟ بالطبع لا، بل إن لكل منهما دلالته الخاصة. فما هو الفرق بين التعلم والتعليم؟ التعلم عملية مستمرة حتى الممات، أما التعليم قد يتوقف في وقت ما، والتعلم قد يكون مقصوداً أو غير مقصود، أما التعليم فهو دائماً مقصود. التعلم قد يكون ذاتياً أو غير ذاتي، أما التعليم في الغالب غير ذاتي. وهنا نميز بين نوعين من التعلم. أولاً، تعلم مقصود مثل التعلم المدرسي أو التعلم الأكاديمي. ثانياً، تعلم عرضي غير مقصود، ويشمل كل ما يكتسبه الفرد من اتجاهات وعواطف ومعان وقيم ومهارات وأفكار. وأياً يكن نوع التعلم، لابد من الإجابة على سؤال أساسي، وهو كيف يحصل التعلم؟ للإجابة عن هذا السؤال قدمت عدة مدارس في علم النفس نظريات تفسر طبيعة التعلم، منها المدرسة المعرفية والبنائية السلوكية والمدرسة الجشتلطية. لكل منها رأي مختلف عن الأخرى في تفسير طبيعة التعلم والعوامل المؤثرة فيه. وكانت البداية مع المدرسة السلوكية، حيث ظهرت في بداية القرن العشرين مع العالم الروسي إيفان بافلوف، الذي فسر عملية التعلم بأنها علاقة بين مثير واستجابة، والذي تأثر به عالم النفس الأمريكي جون وات، وطبق هذه النظرية على طفل رضيع يسمى ألبرت، وعمل بداية التجربة بإحضار فأر أبيض فلم يبدي الطفل أي علامة خوف. وفي المرة الثانية قام واتس بإحداث صوت مزعج في كل مرة يحاول بها ألبرت لمس الفأر، مما جعله يجهش بالبكاء خوفاً. بعدها قام بإحضار الفأر دون أن يحدث صوتاً، فظهر الهلع على الطفل الصغير حتى مع تقديم حيوانات أخرى بيضاء كالأرنب والكلب، بل حتى قطعة صوف أبيض. أما المدرسة الجشتلطية رفضت ما جاءت به المدرسة السلوكية، والتي رأت أنه ينبغي أن ندرس الظواهر والموضوعات دراسة كلية دون محاولة تجزئتها. ومثال ذلك أن دراسة منطقة صغيرة معينة على سطح الأرض تقتضي في البداية التوجه إلى الشكل الكلي للأرض، ثم الانتقال إلى جزء أصغر، ثم أصغر منه حتى نصل إلى جزء المدروس وهو جزء الأرض. أي أن عملية التعلم تبدأ من الكل إلى الجزء. أما المدرسة البنائية والتي يعتبر بياجي من أهم روادها، قدمت تفسيراً جديداً، حيث أكدت أن التعلم يتم ذاتياً باستحضار التجارب السابقة كأرضية لبناء المعلومات الجديدة. فالتعلم هو سيرورة التكيف، أي أن الفرد عندما يتعرض لخبرة ما، فإما أن يستوعبها فتتوحد مع إحدى الصور العقلية لديه، وهذا يسمى بالاستيعاب، وإما أن يقوم بإعادة تركيب فهمه في حال تعذر عليه الاستيعاب، ويسمى بالتلاؤم أو الملائمة. وبشكل أبسط، لنفرض أن طفلاً تعرف مفهوم الأرنب من خلال أذنيه الطويلتين وقدميه القصيرة وغيرها، وفي كل مرة يرى فيها أرنب يسهل عليه التعرف عليه من خلال مفهوم الأرنب الذي ترشح في عقله، وهذا هو الاستيعاب. أما في حال رأى سنجاباً لأول مرة، قد يظنه في بادئ الأمر أرنب لأوجه الشبه بينهما، ولكن سرعان ما يلاحظ فروقات في حجم الأذنين وشكل الذيل وبيئة العيش وغيرها، فتنتابه حالة من الارتياب، هل هذا الحيوان أرنباً أم لا؟ هنا يكون الطفل في حالة عدم توازن، فيخبره والده أن الذي أمامه يدعى سنجاب ولا علاقة له بالأرنب، فيعود الطفل لحالة التوازن بعد التعرف على مفهوم السنجاب، ويسمى هذا التلاؤم أو الملائمة. هذه النظرية تلخص عملية التعلم بمفاهيم ثلاثة تتمثل بالتكيف ثم الاستيعاب فالملائمة. وأيا يكن تفسير المدارس لعملية التعلم،
إلا أن هناك شروطاً لا بد من توافرها لحدوث التعلم. أولها النضج، وهو تغيير في الأداء راجع للنمو نتيجة للتغيرات الداخلية التي تحدث للكائن الحي والتي ترجع لتكوينه الفيزيولوجي والعضوي، خاصة الجهاز الفيزيولوجي والعصبي، ويقسم إلى عدة أقسام أهمها النضج العضوي. هو النمو الجسمي السوي للأعضاء، وهو شرط ضروري للتعلم. فمثلاً الطفل لا يتعلم المشي إلا بعد أن تنمو قدميه وأعصاب النمو الكافية التي تمكنه من تحمل وزن جسمه. أما النوع الآخر فهو النضج العقلي، ويقصد به درجة النمو العامة المتعلقة بالوظائف العقلية، وهو الأساس الذي يؤهل الطفل لإدراك الموقف التعليمي. ومثال على ذلك اختبار التفكير، والذي يقوم على حل مسألة تقول أن ألف أكبر من باء وباء أكبر من جيم، فأي ثلاثة أكبر؟ هنا حل المسألة لا يتم إلا بمتوسط عمر 7 سنوات تقريبا، أي الوصول إلى درجة معينة من النضج العقلي. إذن إن بين النضج والتعلم علاقة وثيقة مثل العلاقة بين نضج الجسم وقدرته على أداء وظيفته. فالطفل لا يستطيع تأدية الحركات الدقيقة بأصابعه إلا بعد أن يكون قد وصل إلى النمو الكافي في تكوينه العضوي والعصبي. ثانياً الدافعية، لا تعلم من دون دافع. وتعرف الدافعية بأنها حالة فيزيولوجية ونفسية داخل الفرد تجعله ينزع إلى القيام بأنواع معينة من السلوك باتجاه معين، قد يكون داخلياً أو خارجي. ولنعرف أكثر عن أثر الدافعية في التعلم، دعونا نتابع هذه القصة. فتى يدعى دراي باركر ينتقل مع والدته من أمريكا إلى الصين بسبب ظروف العمل، ومع مرور الوقت يفقد أصدقائه وحياته في أمريكا، وتقنعه والدته أن الصين هي موطنهما الجديد، ويبدأ يتأقلم مع الطقوس الصينية، يتعرف على أصدقاء جدد، لكن بسبب الاختلافات الثقافية والكره والغيرة يتعرض للمضايقة من قبل بعض زملائه، وخصوصا تشينغ الذي يتقن الكونغ فو جيدا، ويضع دراي في مواقف محرجة. أراد دراي أن يتخطى ضعفه ويحقق ذاته ويعزز ثقته بنفسه ويكتسب احترام أصدقائه بمساعدة عامل الصيانة السيد هان، وهو أستاذ في الكونغ فو الذي يتقرب من دراي، يدربه ويعلمه أسرار الكونغ فو، وهي لعبة قتال في الدفاع عن النفس. تبدأ رحلة التعلم والتدريب لدى دراي، والتي تتطلب النضج وكثيرا من الهدوء والاستعداد وضبط النفس ومعرفة الإنسان لنفسه وأهدافه وملكاته، حتى وصل في نهاية المطاف إلى الفوز في الدوري، محققا نجاحا كبيرا بفضل ما بذله من جهد في التدريب توجهه إرادة قوية وتصميم لتحقيق هدفه في الفوز وتعزيز ثقته بنفسه واكتساب حب واحترام أصدقائه من خلال تعلم أسرار الكونغ فو. والسؤال، ما الذي ساهم في تحقيق هذا النجاح والفوز الذي حققه فتى الكاراتيه؟ لابد أنه تطلب النضج على المستويين الجسدي والعقلي، كما تطلب الكثير من الممارسة والتدريب الجاد، بالإضافة إلى عامل الاستعداد الذي يمكننا من اكتساب الخبرات المختلفة. إلا أن أهم شرط من شروط التعلم هو شرط الدافعية التي تحفز الفرد على التعلم والإنجاز وتحقيق الأهداف. إنها شروط متكاملة مترابطة يستلزم بعضها البعض، ولا بد من توافرها مجتمعة لتحصل عملية التعلم. ثالثاً الممارسة أو التدريب. إن التعلم الجيد لا يحدث بدون ممارسة المتعلم الفعال للمادة المتعلمة، وتعني كل ما يقوم به المتعلم من تدريبات في المجالات المعرفية والحركية المختلفة. إذن الممارسة والتدريب شرط ضروري للتعلم، ولكن هل تكفي الممارسة لوحدها لحصول التعلم؟ بالطبع لا،
بل لابد من الوصول لدرجة معينة من النضج يمكن من خلالها أداء المهام. مثلاً، ليتعلم الطفل السباحة إضافة للتدريب، لابد من الوصول إلى درجة معينة من النضج تمكنه من القيام بحركات منظمة يستطيع من خلالها السباحة بشكل جيد. هنا يكون التعلم مرتبطاً بالنضج إضافة للتدريب. والممارسة سلوك يمارسه الإنسان، وهنا نميز بين ثلاثة من أنواع السلوك: السلوك الحركي المعتاد كركوب الدراجة، ممارسة المعلومات والمعارف كالكتابة عند سماع العبارة، ممارسة أسلوب من أساليب التفكير كالتخيل في أحلام اليقظة. رابعاً، الاستعداد. هو حالة من التهيؤ النفسي والجسمي يكون فيها الفرد قادراً على اكتساب معرفة أو خبرة ما. فالاستعداد لتعلم شيء ما يعني القابلية لتعلمه، ويرتبط الاستعداد بعوامل النضج والتعلم. النضج يوفر الإمكانيات والقابليات التي تثير الاستعداد لتعلم مهارة معينة، في حين يعمل التدريب على تطوير الاستعداد. مثال ذلك، تعلم الطفل العزف على البيانو يتطلب منه تأدية الحركات الدقيقة بأصابعه لعزف لحن موسيقي، وهنا يتجلى الارتباط بين نضج جهازه العصبي والعضلي والاستعداد والرغبة بالتعلم بالإضافة للتدريب المستمر. والاستعداد للتعلم له أشكال تتعلق بالوحدة العصبية والظروف المحيطة. فعندما تكون الوحدة العصبية مستعدة للتوصيل ويوجد ما يسهل عملها، يحدث التعلم، مثل تعلم رياضة معينة ويوجد من يدربه يمكنه التعلم. وعندما تكون الوحدة العصبية مستعدة للتوصيل ويوجد ما يعيق عملها، فربما لا يحدث التعلم. ونلاحظ ذلك بوضوح عندما يحاول الطفل الدراسة ويوجد ضوضاء حوله، قد لا يحصل التعلم. أما عندما تكون الوحدة العصبية غير مستعدة للتوصيل وتجبر على ذلك، فالتعلم لا يحدث. مثال ذلك، عند محاولة تعليم طفل يعاني من صعوبات في التعلم دون مراعاة لحالاته النفسية والذهنية أيضا، لا يحصل التعلم. ومما تقدم عن التعلم في تجاربه الحياتية المتعددة وشروطه المتنوعة، يمكننا القول أن للتعلم المستمر انعكاسات مهمة على المستوى الفردي كالثقة بالنفس وتحقيق الأهداف وتحويل الأحلام إلى حقيقة، ما يجعل الإنسان أكثر قدرة على أن العيش بنمط حياة صحيح وتحليل التحديات والتغلب عليها والتطور المستمر للفرد الذي يمكنه من الإبداع في كل مناحي الحياة وتطبيق ما يتعلمه في كل المجالات، فيحيا حياة كريمة يشعر فيها بالأمان.